مناسب لريمبو. أنا ريمبو، اليوم الفيديو كتير حلو، حنتعلم فيه الحروف الأبجدية وحنبلش رحلتنا للحروف الأبجدية وتعلمها حرف حرف. تابعوا الفيديو، كتير ممتع وشيق، ولا تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتتابعوني أول بأول وتتابعوا فيديوهاتي. هيا بنا برحلة الحروف. يا عيني حأتعلم الحروف الأبجدية. اختار حرفا آخر. لقد امتلأت حديقتنا بالزهور الملونة. نعم، ورائحتها جميلة أيضا. ز ز ز. هيا نتناول الفطور. لقد أحضرت معي الزيت والزعتر والخبز. رائع. ما هذا الصوت؟ أنا الزرافة زوزو، إنني لطيفة وأحب الزهور مثلكم. ز زو زي ز زو زي. زوزو زرافة تحب أن تزور غابة جميلة تملأ بالزهور. برواز. اضغط علي حتى أقفز وأجمع حرف الزاي. ز ز ز. ز 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 إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. ز زرافة. لنجمع ونستمع إلى المدود القصيرة والطويلة. زو زي زا زي زو زا زي زا زي زا
تزور. أصدقائي قديش الفيديو كان ممتع، تعلمنا كتير شغلات حلوة. لا تنسوا تتابعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. شكرا لكم، بشوفكم بالحلقات الجاية. باي 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 باي.